مرحبا بكم من جديد. خلال فيديو اليوم سوف نحاول التعرف على خاصيات ومراحل الاستجابة المناعتية النوعية ذات المسلك الخلطي. إذا نبدأ بالوثيقة رقم 19 التي سوف نتعرف من خلالها على ماهية المادة الممنعة. إن تمثل لنا الوثيقة رقم 19 تجربتين. التجربة الأولى تقول: نقيس نسبة بعض بروتينات المصل بواسطة تقنية الهجرة الكهربائية، وذلك قبل وبعد حقن حيوان بدوفان القزاز، ويمثل الشكلان 1 و2 النتائج المحصل عليه. إذا الشكل الأول هو نتائج الهجرة الكهربائية قبل عملية الحقن، ثم الشكل الاثنين هو نتائج الهجرة الكهربائية في مصل بعد الحقن بدوفان القزاز. من خلال مقارنة نسبة البروتينات نلاحظ أن نسبة الزلال تبقى ثابتة سواء قبل الحقن أو بعد الحقن بدوفان القزاز. نفس الشيء بالنسبة لنسبة كريونات ألفا 1 ألفا 2 وبيتا، فكلها ثابتة سواء بعد الحقن بدوفان القزاز أو قبله، تبقى بنفس النسبة، لكن الاختلاف الملاحظ هو نسبة الكريونات جاما قليلة، أو أن نسبتها قليلة قبل الحقن، بينما بعد الحقن بدوفان القزاز ارتفعت نسبتها. في التجربة الثانية تم حقن حيوان غير ملقح ضد القزاز بواسطة الكريونات جاما، وذلك بعد عزلها بواسطة التقنية السابقة. بعد ذلك نحقن لهذا الحيوان سمين القزاز، أو نحقن هذا الحيوان بعد ذلك بسمين القزاز، ونلاحظ أن الحيوان يبقى حيا. كما أن ملاحظة وتحليل دم هذا الحيوان أثبت وجود الكريونات جاما مثبتة على سمين القزاز. إذا من خلال التجربة الأولى والتجربة الثانية، ما الذي يمكن استنتاجه فيما يخص دور الكريونات؟ نعم جيد. إذا الاستنتاج الذي يمكن الحصول عليه هو أن هذه الكريونات هي المسؤولة عن بقاء الحيوان حيا، أي أنها هي التي قامت بمجابهة سمين القزاز، أي أنها جعلته غير فعال، وذلك من خلال ارتباطها به. وجسم الكائنات الحية يفرز هذه الكريونات بعد حقنه مولد المضاد. إذا كاستجابة مناعتية فإن المادة الممنعة هنا هي الكريونات جاما، وهي التي يتم إنتاجها بكمية كبيرة من طرف الجسم بعد دخول مولد مضاد معين إليه، ودورها يتجلى في ارتباطها بمولد المضاد. المركب الناتج عن ارتباط الكريونات جاما والتي تسمى بمضادات الأجسام بالسمين أو مولد المضاد يسمى بالمركب المنيع. إذا حينما يرتبط مضادات أو حينما ترتبط مضادات الأجسام بمولد المضاد، فهذا المركب يسمى بالمركب المنيع. ودور المركب المنيع هو إبطال فاعلية مولد المضاد. بما أن مضادات الأجسام توجد في المصل، فإن الاستجابة المناعية التي تتدخل فيها هذه المواد تسمى بالاستجابة المناعية الخلطية. ننتقل الآن إلى الوثيقة رقم 20 من أجل الكشف عن ارتباط المادة الممنعة أي مضادات الأجسام بمولد المضاد. تبين الوثيقة رقم 20 تجربة تنجز فيها 7 حفر في علبة بيتري بها جيلاتين. في الحفرة الأولى نضع مصل قنية سبق أن حقنت بزلال مصلي للثور صاب. إذا الزلال المصلي للثور أو ما يسمى بالصاب هو عبارة عن مولد مضاد بالنسبة لهذه القنية، وقد حقنت به سابقا، ما يعني أنها قد قامت بتركيب مضادات أجسام خاصة أو نوعية لهذا المولد المضاد. في الحفرة رقم 2 نضع رشاحات صاب. في الحفرة رقم 3 نضع مصل حصان. في الحفرة رقم 4 نضع مصل قنية. في الحفرة رقم 5 نضع مصل خنزير. في الحفرة 6 مصل ثور. ثم في الحفرة 7 مصل خنزير. بعد مرور مدة زمنية معينة نلاحظ تشكل قوسين. أين يوجد القوس الأول؟ إذا القوس الأول يوجد مباشرة أمام الحفرة رقم 2، بينما القوس الآخر يوجد أمام الحفرة رقم 6. وعلى مستوى هذه الأقواس نجد المركب المنيع الذي تشكل، وهو ارتباط لمضادات الأجسام على شكل إيغريك بمولد المضاد.
إذن كيف يمكن تفسير تشكل هذا القوس وما الذي يمكن استنتاجه؟ تفسير ظهور الراسب أمام الحفرة رقم 6 والحفرة رقم 2 هو احتواء الحفرة رقم 2 والحفرة رقم 6 على مولد المضاد النوعي لمضادات الأجسام الموجودة في هذا المصل. بما أن مصل القنية هو ضد الصلب، أي أنه يحتوي على مضادات أجسام ضد الصلب، فإنها سوف ترتبط بمولد المضاد الصلب الموجود في الحفرة رقم 2، وارتباطها بها هو الذي شكل لنا ذلك الراسب الذي هو مجموعة من مركبات المنيعة. بينما في الحفرة رقم 6 نجد مصل الثور، ومصل الثور يحتوي على الصلب، ولهذا تشكلنا في هذه المنطقة الراسب. إذا نستنتج أن مضادات الأجسام تكون نوعية لمولد مضاد معين وترتبط به لتشكل المركب المنيع. المضادات الأجسام هذه لا يمكن نهائيا أن ترتبط بمولدات مضاد أخرى، ولهذا لم نلاحظ تشكل القوس على مستوى أمام الحفرة رقم 7 أو الحفرة رقم 4 أو الحفرة الأخرى التي لا تحتوي على الصلب. ننتقل الآن إلى الوثيقة رقم 21 من أجل التعرف على مكونات وأنواع مضادات الأجسام. نبدأ بالشكل على اليمين الذي هو عبارة عن رسم تخطيطي تفسيري لجزيئة مضادات الأجسام. إذا نجد أن مضاد الأجسام يتكون من مجموعة من القطع. لدينا رقم 2 يشكل لنا منطقة تثبيت المحدد المستضادي أو مولد المضاد. رقم 1 هو محدد المستضاد أو مولد مضاد، ويتم تثبيته في هذه المنطقة، لهذا تسمى بمنطقة تثبيت المحدد المستضادي. بالنسبة لرقم 3، أي هذه القطعة الموجودة هنا والتي تتكون من قطعة متحركة وقطعة ثابتة، فتسمى بالسلسلة الخفيفة، وهذه القطعة هنا الطويلة تسمى بالسلسلة الثقيلة. لدينا رقم 5 يسمى بموقع تثبيت عامل التكملة، بينما رقم 6 يسمى بموقع تثبيت مضاد الأجسام على بعض الخلايا المناعية، حيث من خلال هذه المنطقة يمكن أن يثبت مضاد الأجسام على الخلايا المناعية. إذن عموما يمكننا أن نقول أن مضادات الأجسام هي عبارة عن بروتينات تتركب من 4 سلاسل، سلسلتان ثقيلتان وسلسلتان خفيفتان، وتتكون كل سلسلة من منطقة ثابتة ومنطقة متغيرة. المنطقة الثابتة تكون مشتركة بين جميع مضادات الأجسام من نفس الصنف، بينما المنطقة المتغيرة فهي تتغير، فدورها هو تثبيت مولد المضاد، وبالتالي فهي تميز بين مضادات الأجسام النوعية لكل مولد مضاد. إذا كان لدينا مولد مضاد خاص بالدفتيريا، إذا كان لدينا مضاد أجسام خاص بالدفتيريا، فإنه لن يحمل نفس المنطقة المتغيرة لمضاد أجسام خاص بالإنفلونزا مثلا. ننتقل إلى الوثيقة التي بجانبها، وهي وثيقة توضح نفس الشيء. إذا لدينا مضاد الأجسام يكون على شكل إيغريك، مكون من سلسلتين ثقيلتين وسلسلتين خفيفتين. كل سلسلة تتكون من منطقة ثابتة ومنطقة متغيرة، بالإضافة إلى أن السلسلة الثقيلة تتميز بوجود موقعين، موقع لتثبيت عامل التكملة وموقع للتثبيت على المستقبلات الغشائية للخلايا المناعية. فيما يخص أصناف مضادات الأجسام، فلدينا 5 أنواع من مضادات الأجسام: لزي جي جي، لزي جي ام، لزي جي أ، لزي جي أ، لزي جي دي. النسبة الكبرى لمضادات الأجسام هي من نوع اي جي جي، والتي تشكل ما بين 70 إلى 75% من مضادات الأجسام، وهي عبارة عن مضادات أجسام متنقلة تخترق المشيمة لحماية الرضيع، كما أنها تثبت وتنشط بروتينات، كما أن لديها دورا في تثبيت وتنشيط بروتينات عامل التكملة. بالنسبة لزي جي إم، فهي تشكل قرابة 10% من مجموع مضادات الأجسام، وهي ذات بنية
أحادية تلعب دور مستقبلات غشائية للمفاوليات بي، أو تكون على شكل بنية خماسية ولها قدرة عالية على إبطال مفعول مولد المضاد عن طريق الارتباط به. لدينا ليزي جي أ، وهي تشكل ما بين 20 إلى 15% من مجموع مضادات الأجسام، ويوجد أساسا في الإفرازات كالدموع واللعاب والحليب إلى آخره، وله دور كبير في الاستجابة المناعاتية المحلية. لدينا هنا ليزي جي أو التي تتدخل في مقاومة الطفيليات، التثبيت على القاعدات وعلى الخلايا البدينة، ولها دور في الاستجابة الأرجية التي سنراها من بعد، ولا يشكل إلا نسبة ضئيلة من نسبة مضادات الأجسام في الجسم. آخر نوع هو ليزي جي دي، وهي مضادات أجسام غير متنقلة تبقى ثابتة على مستقبلات الغشائية للنفاويات بي أي البي سي آر. ننتقل الآن إلى الوثيقة رقم 22 من أجل التعرف على كيفية إنتاج مضادات الأجسام، ونبدأ بتجربة كلامان. أخذت 4 مجموعات من الفئران، المجموعة الأولى بقيت بدون معالجة، بينما المجموعة الثانية والثالثة والرابعة تعرضت للتشعيع ثم استئصال الغدة السعترية. إذا التشعيع يؤدي إلى القضاء على خلايا النخاع العظمي لهاتين الفئران في المجموعة الثالثة. إذا أخذ معطي عادي واستخلصت منه خلايا النخاع العظمي، ثم حقنت للمجموعة الرابعة والمجموعة الثالثة. المجموعة الثانية حقنت بخلايا الغدة السعترية، والمجموعة الثالثة حقنت بكل من خلايا النخاع العظمي للمعطي وخلايا الغدة السعترية. إذا بعد ذلك أخذنا هذه المجموعات الأربعة وحقناها بمولد المضاد جي ار ام، ثم تركناها لمدة معينة وأخذنا المصل الخاص بهذه المجموعات الأربعة وتم مزجه بمولد المضاد جي ار ام. بالنسبة للمجموعة الرابعة غياب اللكد، بالنسبة للمجموعة الثالثة حدث اللكد، بالنسبة للمجموعة الثانية غياب اللكد، والمجموعة الأولى غياب اللكد. حدوث التلكد يعني تشكل المركب المنيع أي ارتباط مولدات المضاد جي ار ام بمضادات الأجسام، وهذا الأمر حصل فقط عند المجموعة الأولى التي بقيت بدون معالجة أي أنها لم تتعرض للتشعيع أو استئصال الغدة السعترية، والمجموعة الثالثة التي تم حقنها بخلايا الغدة السعترية وخلايا النخاع العظمي، فيما المجموعة التي كانت تحتوي فقط على النخاع العظمي لم يحدث لديها تلكد، والمجموعة الثانية التي كانت تحتوي على خلايا الغدة السعترية دون خلايا النخاع العظمي لم يحدث لديها اللكد هي كذلك. ومن خلال ما درسناه سابقا لاحظنا أن النخاع العظمي هو المسؤول عن إنتاج نوع معين من اللمفاويات، والغدة السعترية هي المسؤولة عن نضج نوع معين من اللمفاويات. إذن حتى تتم عملية إنتاج مضادات الأجسام لا بد من تعاون بين اللمفاويات تي واللمفاويات بي. ننتقل الآن إلى التجربة الثانية اللي هي تجربة موزي. خلال هذه التجربة أخذنا فأرا عاديا وتم استخلاص لمفاويات طحاله بالإضافة إلى البلعميات الكبيرة، وتم فصل اللمفاويات عن البلعميات الكبيرة. في الأنبوب الأول وضعنا مولد المضاد جي ار ام بالإضافة إلى البلعميات فقط، في الأنبوب الثاني وضعنا مولد المضاد جي ار ام بالإضافة إلى البلعميات واللمفاويات، ثم في الأنبوب الثالث وضعنا مولد المضاد جي ار ام بالإضافة إلى اللمفاويات فقط، ونلاحظ غياب باحات الانحلال في كل من الأنبوب الثالث الذي يحتوي فقط على اللمفاويات، وفي الأنبوب الأول الذي يحتوي فقط على البلعميات الكبيرة، بينما حدث تشكل باحات الانحلال في الوسط الثاني أو في الأنبوب الثاني الذي كان يحتوي على اللمفاويات بالإضافة إلى البلعميات الكبيرة. من خلال هذه التجربة إذن يمكننا أن نستنتج أنه حتى تحدث لدينا استجابة مناعية خلطية لا بد من تضافر جهود كل من اللمفاويات بي و تي بالإضافة إلى البلعميات الكبيرة. ننتقل الآن إلى التعرف على مراحل الاستجابة المناعية الخلطية. كما قلنا من خلال وثائق سابقة أن هذا النوع من الاستجابة المناعية يعتمد أساسا على مضادات الأجسام التي تفرزها الخلايا اللمفاوية بي.
لكن إفراز الخلايا اللمفاوية بي لمضادات الأجسام لا يتم إلا بمساعدة لمفاويات تي والبلعميات. إذا تلاحظون هنا أن لدينا بلعمية كبيرة قامت ببلعمة مولد المضاد ثم تفكيكه إلى محددات مستضادية وعرضها على مستوى غشائها الخارجي. تقوم لمفاويات تي 4 بالتعرف الثنائي على سي ام اش الخلية البلعمية ومضاد. تقوم الخلية اللمفاوية 4 بالتعرف الثنائي على مولد المضاد والسي ام اش الخلية البلعمية، ويتم آنذاك تنشيطها حيث تتفرق إلى لمفاويات تيكاتخ مساعدة ولمفاويات تيكاتخ ذاكرة. تقوم اللمفاوية بي بالتعرف على مولد المضاد عن طريق البي سي ار الذي هو المستقبل الغشائي لهذه اللمفاويات، ويكون عبارة عن مضادات أجسام متكاملة بنيويا مع مولد المضاد. بعد ذلك تشرع في بلعمته وتفكيكه إلى محددات مستضادية تعرضه على مستوى سي ام اش 2. الآن تقوم لمفاويات تي 4 بالتعرف على محدد المستضاد الذي تعرضه اللمفاويات بي، وتقوم بإفراز الأنترلوكينات 2 4 و6 التي تشتغل بالتوالي على تنشيط اللمفاويات البي ثم تكاثرها حيث تتعرض لمجموعة من الانقسامات الغير مباشرة حتى تزداد أعدادها. بعد ذلك تتفرق إما إلى لمفاويات البي ذاكرة أو إلى بلزميات، والبلزميات هي عبارة عن خلايا كبيرة الحجم تتميز بوجود عدد كبير من العضيات المسؤولة عن تركيب البروتينات كجهاز غولجي والشبكة السيتوبلازمية الداخلية المحببة. هذه البلزميات هي المسؤولة عن تركيب مضادات الأجسام التي ترتبط بمولد المضاد مشكلة مركب المنيع. تتجلى أدوار مضادات الأجسام في إبطال مفعول مولد المضاد عن طريق الارتباط به سواء كان سمين أو حمى أو بكتيريا، وبالتالي تشكل أو تشكيل المركب المنيع، كما أنها تسهل عملية البلعمة وتنشط عوامل التكملة التي تؤدي في النهاية إلى تشكيل مركب الهجوم الغشائي وبالتالي هدم الخلايا المعفنة.